قام بها الاستاذ نجيب الشابي وايضا جواب المبارك. يعني هي في الحقيقه جات شويه هيك شديده اللهجه فيما يخص التعليق على نتائج الاستفتاء يوم امس، وفي الحقيقه على يعني منذ 25 جويلية 2011 الاحداث اللي صايره وكل. احنا في الاطار هذايا باش ناخذ معنا رئيس جبهه الخلاص السيد احمد نجيب الشابي. سيد احمد مرحبا بك رضا في دونك. مرحبا بك، تحياتي ليك ولكل المستمعين ومستمعات ديوان الفن. سيد احمد، البارح صار استفتاء، خرجت النتائج، ليزي خرجت النتائج، 27% مشاو وقاموا بعمليه الاستفتاء. الندوه الصحفيه هذه اليوم علاش؟ الندوه الصحفيه هذه لاستخلاص النتائج من النتائج، يعني لاستخلاص الدروس من امكن القول. اول درس هو انه اكثر من 75% اللي كانوا يقولوا 27 يعني 78% من التوانسه رفضوا اعطاء التزكيه للسيد قيس سعيد. السيد قيس سعيد اراد ان ينال التزكيه لما قام به من اغتصاب للسلطه منذ سنه، واراد ان ينال التزكيه لمشروع دستور يعود بنا الى نظام الحكم الفردي الممكن. نتائج أعلنتها هيئة فاقدة للمصداقية، فاقدة للحياة، فاقدة للمصداقية. لماذا؟ لأنها هذه النتائج تتعارض مع ما عاينه المراقبون المحليون والدوليون والصحفيون والمناضلون السياسيون، ما عاينه هؤلاء من فراغ مطبق لمكاتب الاقتراع على طول اليوم الانتخابي. الهيئة قامت بالتزوير تضخيم الأرقام حسب رأيكم؟ لا شك بأنها قامت بالتضخيم والتزوير، وهذا ما يعزز الطعن في مصداقيتها وفي حيادها. إذا هذه الخيبة، خيبة الاستفتاء، هي مزدوجة، هي خيبة سياسية للسيد قيس سعيد، وخيبة معنوية للهيئة المشرفة على الاستفتاء والتي عينها ونصها السيد قيس سعيد. طيب أستاذ نجيب، يعني 78% اللي اعتبرت منتي مقاطعين حسب يعني شركات صبر الآراء بأنه ثم 25% فقط مقاطعين والبقية 54% ما همش مهتمين أصلا بهذه الانتخابات. علاش تعتقدوا أنه 78% هذوما مرفضين مشروع قيس سعيد، وعلاش تعتقدوا أنهم ربما يكونوا مساندين للمعارضين قيس سعيد؟ هذه قراءة السيد حسن الزربوني، ومعروف بأن السيد حسن الزربوني يتحدث في الاتجاه من يدفع له. السيد حسن الزربوني يحسب أعطى حوالي 24% لفايت السيد قيس سعيد و 24% لمن يقاطع السيد قيس سعيد. هذا في حد ذاته شيء ايجابي. ثم قال بانه 54% ليسوا من المقاطعين وانما ممن لا يصوتون، غير مهتمين، ففي اقصى خزان للمقاطعين. فبالتالي 24 و 54 يساوي 78، اما مقاطعين او خزان للمقاطعين. هذا إذا كان سيرنا السيد الزربوني في ما ذهب إليه. والسيد الزربوني مطعون في نزالته من طرف التونسيين جميعا من سنة 2011 إلى اليوم. طيب سيد نجيب، المعارضة عندها سنة تقريبا وهي تقوم بعملية المعارضة والتحشيد وكل ما إلى ذلك. علاش وصل قيس سعيد نجح بنسبة إقناع نسبة 27% من التونسيين اليوم بهذا المشروع؟ طالما انه اليوم ما فماش اثر على المستوى السياسي للمعارضه مجتمعه يعني. اولا السيد قيس سعيد انطلق بنسبه 72% من الاصوات عند انتخابه في الدور الثاني. اليوم قيس سعيد في اقصى عزله وصل اليها سياسيا، كل القوى السياسيه، كل القوى المدنيه، كل الاكاديميين، حتى الهيئه الاستشاريه اللي كونها انفضت من حول. اليوم هو معزول واحد أحد. ثانيا فشل في نيل تزكية عريضة من الشعب التونسي. بالعكس، في مقابل ذلك دائرة النقد السياسي تتسع يوما بعد يوم، شملت كل الأحزاب، شملت كل المنظمات، الأثر نتاعها اليوم هاني جايك، شملت كل القضاة الذين انفضوا وانتفضوا
في إضراب لمدة شهر على بكرة أبيهم. شملت النقابات التي قامت بإضراب عام منذ شهر. إذن دائرة المقاومة، دائرة الغضب، دائرة النقد تتسع، ودائرة التأييد تتقلص إلى أقصى درجة. ففي حساب علاقة القوة السيد قيس سعيد يضعف يوما بعد يوم، ودائرة المعارضة للسيد قيس سعيد بما فيها القوى السياسية وعلى رأسها جبهة الخلاص الوطني قاعدة تقوى. هذه العلاقة، هذا التطور في علاقة القوة سيستمر وسيصل إلى نقطة قطيعة، وهذا قانون التطور السياسي. فبالتالي هذا المستوى الذي بلغناه يختلف عما كان عليه في السابق، لم يبلغ المطلوب، لكن قانون التطور يذهب في اتجاه المطلوب. طيب أنا غطيت البارحة الاستفتاء أستاذ نجيب، وتحدثت مع بعض حتى اللي قاموا بعملية بعض الناخبين في أكثر من مكان. هناك يعني وكأنه تصويت عقابي لصالح، وذهب التصويت هذا الاستفتاء تصويت عقابي، بمعنى وأنه وكأنه ثم نكاية اليوم بالأحزاب السياسية وبكل من كان موجود في هذه العشر سنوات، ثم نوع من العقاب. حتى يعني مش مقتنع بمشروع قيس سعيد 100%، ولكن حسيت منهم انه ثم اليوم عدم رغبه في وجود مثلا مع حركه النهضه وغير اليوم في المشهد. نقاط ومواقف هذه كيفاش تلتقطوها انتم في المعارضه؟ والله لو قلت لي هذا الكلام سنه الى الوراء لا اصغيت اليه، لانه كانت هناك رده فعل على البرلمان وعلى الاداء السياسي للاطراف التي كانت تحكم، وردة الفعل هذه كان لها ما يبررها. لكن منذ سنة كثير من المياه سالت تحت الجسور، والآن بدأت الناس تنسب وتشعر بأن أحوالها لم تتحسن إطلاقا منذ هي نفسها سنة. وبالتالي بدأت تنسب مشاعرها. وحتى إذا عدنا إلى تحليل السيد الزرقوني البارحة، يقول بأن الناس الذين يحملون هذه المشاعر لا يتجاوز عددهم 11%، وبالتالي لا يمكن القول بأن البارح الناس عاقبوا من كانوا في السلطة قبل 24 جويلية، وبالتالي لا أسلم. أنا بعض فإنشاء الحياة تقوم على التنوع، وحتى بعد عامين قد تجد نسب قليلة تشاطر هذا الشيء. يجب أن لا نبقى سجناء الماضي، يجب أن ننظر إلى المستقبل ومتطلبات المستقبل. متطلبات المستقبل تقتضي توحيد كل القوى التي تعمل على عودة الشرعية الدستورية، عودة الحرية. في السنوات العشر الماضية لم أسمع بأن شخص منع من السفر، لم أسمع بأن شخص حكم من طرف المحاكم العسكرية، لم أسمع بأن شخص منع من الترشح، بأن شخص منع من الاجتماع، بأن شخص أسقط من الانتخابات بشكل عشوائي. كانت سنوات الحرية، كانت هناك فيها إخفاقات في الأداء الاقتصادي، في الأداء الاجتماعي، كان هناك إخفاق في الأداء يعني في إدارة الدولة، في التمدد في داخل الدولة. نعم كان لابد من الإصلاح، نعم. أما تشويه العشرية وشيطانتها وتقديمها بأنها عشرية سوداء، ومحاولة تبرير الانقلاب بهذا الكلام، أو يعني التغطية على ما جرى في السنة الماضية من تدهور الأوضاع المعيشية للناس إلى حد انقطاع المواد الأساسية والأدوية وتهديد الجرايات والقادم أسوأ، فهذا كلام لا يفيد الناس، لا يفيد التونسيين. أستاذ نجيب، كيفاش تنظروا للمعطى الدولي الآن وهو معطى مهم في المرحلة القادمة؟ أعتقد أنه البارح صدر موقف عن الخارجية الأمريكية عن مستشار وزير الخارجية، يتحدث أنه وكأنه ثم قبول لنتائج الاستفتاء، قبول للمرحلة القادمة. فيه نعم إشارة أنه سيتم مساعدة التونسيين على استعادة الديمقراطية، ولكن وكأنه ثم تمشي نحو قبول هذا الاستفتاء وقبول المرحلة القادمة. كيفاش تقرأوا أنتم الموقف الدولي الحاصل الآن؟ أنا لا أقرأه بهذه الطريقة.
أولا الدول الخارجية بما فيها أمريكا ليس طرفا في الصراع الداخلي التونسي. الولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن حرصها على نجاح الثورة التونسية في الاستمرار على النهج الديمقراطي، وأكدت على ذلك طيلة السنة الماضية. الآن يجري تصويت في تونس، تقول بأن التونسيين مسؤولين على مستقبلهم، وتردف بأن أمريكا متمسكة بالنهج الديمقراطي. إذن أنها توكل الأمر للتونسيين. الآن التونسيون لم يمنحوا ثقتهم للمسار الذي ذهب فيه السيد قيس سعيد. الولايات المتحدة كبقية الدول الخارجية ستلحظ ما سيجري في تونس وتتمسك بمبدأ دعم الديمقراطية. بالطبع الدول الغربية قلقة على مستقبل تونس، تشعر بأن تونس مهددة بالمجاعة، مهددة بالانهيار، ولأسباب استراتيجية ولأسباب أمنية وحتى لأسباب إنسانية هي لا ترتاح إلى انهيار تونس في مستنقع المجاعة والاضطراب. وأنا شخصيا أتفهم تماما ذلك، وأن تقدم بعض المساعدات لتونس حتى لا تنهار في هذه الهاوية هذا شيء معقول ومقبول. الصراع من أجل مستقبل تونس، من أجل إنقاذ تونس، من أجل الديمقراطية في تونس، هو صراعنا نحن التونسيين داخلي، وصراع تونسي تونسي. في النقطة هذه باش نختم معك أستاذ نجيب، خطواتكم القادمة شنو، على شنو قادمين طبعا الفترة القادمة هذه، شنو هي تحركاتكم، تنسيق مع شكون باش تنسقوا؟ سمعت انه تم في اتجاه نحو حوار وطني او حكومه انقاذ، شنو هي خطواتكم القادمه العاجله؟ والله خطواتنا العاجله هو استمرار العمل السياسي الخاص بنا في الميدان، سواء في شكل اجتماعات عامه او في شكل تحركات ميدانيه. ايضا استمرار عملنا، بدأنا عملنا في إطار منتدى الحوار لبلورة البديل الاقتصادي الاجتماعي لأنه مهم، التركيز على البعد الاقتصادي الاجتماعي مهم. أيضا مد اليد إلى كل الأطراف المعنية بالتغيير الديمقراطي في تونس بالعودة إلى الديمقراطية والشرعية مهم، لكن كما تعلم أن هذا لا يتوقف علينا فقط، هذا يتوقف على استعداد الأطراف الأخرى. نعتبر بأن الأحداث ستدفع بالجميع إلى التقارب وإلى تجاوز الضغائن. كثير من الناس يجعلون من موقف من نهضة مبرر لعدم الاقتراب، والحقيقة كانوا يتدافعون على أبواب النهضة لما كانت النهضة في الحكم. أنا مجبر على أن أقول هذه الحقائق، أقول كفى، النهضة ليست في الحكم، والآن ليست لحظة انتخابية خوفا من أن يعاقبكم الرأي العام إذا ما اقتربتم من النهضة. الرأي العام لم يعطيكم ثقته في السابق، الآن الرأي العام إن كان سيمنحكم الثقة من عدمها على أساس مدى استجابتكم لمقتضيات الوضع وحاجة إنقاذ تونس من هذه الأزمة وفتح مستقبل لها. أقول كفانا فرقة، كفانا تذرعا بالماضي، علينا أن ننظر إلى المستقبل، إلى حاجيات المستقبل، وأن نمد أيدينا لبعضنا البعض. نحن التونسيون أبناء هذا البلد، ومستقبل هذا البلد هو مستقبل أبنائنا وأحفادنا، ودعنا من كل الاعتبارات الأخرى. صحيح لاباس، شفنا بعض الاشاعات تاع الاسبوع الفارط و10 ايام التالي، طمنا صحيح. يعني عليكم ان تحكموا بانفسكم، يعني قلت في تدوينة ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. انا انسان مؤمن، احمد الله على الصحه اللي اعطاها لي في هذا العمر، انا في صحه جيده، وكل ما يكتب الله فاتلقاه بصدر مرحب. شكرا لك الاستاذ احمد نجيب الشابي على كل هذه المعطيات، يعني فيما يخص الندوه الصحفيه الخاصه بالتعليق على نتائج الاستفتاء يوم امس.